نقف الآن أمام القطار رقم 165 الذي صدم الأتوبيس الذي كان يقل الأطفال عند مزلقان المندرة التابع لمركز منفلوط محافظة أسيوط. القطار يبعد تقريبا ما يقرب من 2 كيلو أو 2 كيلو ونص من المزلقان. بقايا القطار الآن تحت بقايا الأتوبيس تحت القطار. القطار ملوث بالدماء كما تشاهدون، هذه هي دماء الأطفال على القطار. المسافة التي اصطدم بها القطار والأتوبيس أكثر من 2 كيلو بعيد عن المزلقان. يعني سنتعرف على ما حدث من الموجودون هنا. أتعرف على حضرتك؟ حسين أحمد عبد الحافظ. يا أستاذ حسين لو سمحت، حضرتك شفت اللي حصل؟ أنا ما شفتش اللي حصل، لكن طلعت على الخبط. ايه اللي حصل؟ طلعت على الخبط، انا نايم في بيتنا، سمعت خبط جامد، طلعت قلت في حادثه، طلعت اجري، لقيت الناس على السكه الحديد. ايوه لقيت الناس على السكه الحديد بيلموا في اطفال وبيلموا في عيال صغيره، وكارثه كارثه كارثه. اللي مش عارف ولده. المزلقان كان مقفول ولا مفتوح؟ المزلقان مفتوح، لان ما فيش سواق هيعدي والمزجان مقفول. يعني ما في. طب قول لي بس الله يكرمك، في ناس بتقول ان الاتوبيس كان فيه 70 او 60 طفل. ايوه في كام بالظبط؟ هو في العدد دوت، اصل الاتوبيس دوت بتاع حضانه خاص، بدل ما بيحط 2 طفلين على الكرسي بيحط 3 و4 و5. يعني ده اتوبيس صغير اللي هو بيسموه ميني باص. ميني باص، ميني باص، بس يعني ميني باص بتاع الصعايده، ما بيشيلش ميني باص زي بتاع عندكم بتاع القاهره. ميني باص الصعايده بيحط 7 على الكرسي، لكن انتوا عندكم العيال فافي، لو حط عيل ولا اتنين على الكرسي بيزنقوا بيضايقوا. يعني الاتوبيس مثلا حمولته كام؟ بتبقى حمولته كام؟ يعني حمولته 50 60. لا الاصليه، الاصليه 40 كرسي. هو كان في 60؟ هو في 60 70، في 60 70، ما هو في 40 عندنا. المزلقان كان مفتوح؟ المزلقان يقال انه كان مفتوح، لكن ما شفتوش بعين انه مفتوح. يقال انه كان مفتوح. المزلقان ده حضرتك لو مقفول الجرار دوت والاتوبيس معدي هيكسر الحديد، لكن الحديد سليم. الحديد سليم، يبقى كده غلطة سكة حديد، غلطة مسؤولين سكة حديد، غلطة بتاع الحوادث اللي ما اتصلش على موظف المندرة، يا اما اتصل وبتاع المندرة نام او طنش، الله اعلم. لحد دلوقتي مش عارفين نظلم حد، يعني لحد دلوقتي مش عايزين نظلم حد ولا نقول على حاجه ده اللي عمله ولا ده اللي سوى. يعني انت شايف كده مين المسؤول، ورايك في القرارات اللي اتخذت حتى الان في هذا الامر؟ انا ما عجبنيش اي راي اتخذ. وزير الداخليه جه، الناس ضغطت عليه ما عرفناش منه عقاد نافع. رئيس الوزراء جه استخبى في بني حسين، لا في بني حسين، انا جاي من اسيوط بعد ما قابلناه في الجامعه، ما عملش حاجه في الجامعه. ما دخلش زار المصابين، رئيس الوزراء ما دخلش زار المصابين. هو المصابين موجودين فين؟ المصابين في الجثث في المقابر، الجثث في المقابر والباقي في القصر في جامعه اسيوط. جه رئيس الوزراء، الناس قابلوه مقابله مش كويسه، اي نعم جري ما دخلش. جه وزير، يعني رئيس الوزراء ووزير الداخليه جم، بس رئيس الوزراء ما جاش المنظر، جه المستشفى. جه وزير الداخليه بس جه بعد، جه امتى؟ جه بعد الحادث. يعني الحادث كان الصبح، هو جانا على المساء. الحادث زي الصبح. الاطفال كلهم من اهل القريه؟ الاطفال من اهل قريه المنظره والحوادكه، كره مجاوره، يعني كلهم اطفال. اعمار الاطفال، اعمار الاطفال، اعمار الاطفال ما يزيدش عن، لا من 8 لتحت ل 9، يعني من 8 9 10 ما يزيدش عن كده. الطفل بعد، يعني الطفل انا كنت بشيله جزئين مش جزء واحد، ما فيش طفل طلعناه جزء واحد. جيت اول ما الحادثه حصل؟ انا جيت مع اهل بلدي كلها، لما طلعت كل البلد طلعنا لاول ما الحادثه. اصل الخبطه سمعتنا احنا في البلد، كلنا نقرب لبعضينا وكلنا نعرف بعضينا. مجرد ما اتخبط الخبط القطر الاتوبيس كله طلع، طلعنا لقينا حصيرة لحمة، مش عيال، لحمة. اللي ما فيش رقبة، اللي ما فيش رجول، اللي ما فيش ورك، اللي ما فيش جراعات، اللي إلا واد اسمه عاصم زكريا عثمان عباس، اتنطر من القطر وطلع يجري على أمه. إزاي؟ سبحان الله، والله بكلمك بجد، اتنطر من القطر إزاي وطلع يجري على أمه. راح البيت لأمه وقال لها القطر خبط الأتوبيس بتاعنا، دراعه بس اللي اتكسر، وهو حاليا في مستشفى القصر. واد يعني، يعني انتوا دلوقتي الطريق مقفول، طريق القطر القاهره اسوان مقفول. مقفول اهو، ما حضرتك شايف من الصبح مقفول اهو، مقفول. مقفول. طلباتكم؟ طلباتنا انهم يهتموا بحكايه السكه الحديد دي، ركبوا لنا الات تنبيه، جرس. انا راجل سواق عند عربيه، ببقى طالع بفضل ابص زي الحرام يمين وشمال، لان ما فيش جرس شغال. شكرا. اتعرف على خليفه عبد العواط. بس اقول له خليفه، قول لي ايه اللي حصل؟ انا شفت الكاتب. كان ليك اعتراض على كلام اتنشر في الاخبار؟ ليه
الاحترام انه قالوا المسلوقات كان مقفول والاتوبيس سواق الاتوبيس نزل اعتدى على الوقف الموظف الوقف على المسلوقان وفتح ودخل بالعافيه ويقول لك شاهد وشاهد بكده عسكر المرور لا في عسكر مرور ولا في مسلوقان مقفول ولا في اساسا واحد واقف على غفير واقف على السكه الحديد ولا في اي حد ولا في حاجه ما فيش حد الاتوبيس ما عندوش حزام جاي لقي السكه مفتوحه قدام وماشي ماشي قدام ماشي على طول جاي القطر ما عندوش حزام بماشي القطر ما عندوش حزام لا عنده حزام بس ثواني ما عندوش حزام ما فيش الثاني الطريق مفتوحه قدام داخل بس هو ذنبه حاجه واحده بس انه هو ماشي السواق السواق يعني انت بتقول هو كان جاي بسرعه كبيره وما كانش قادر ايوه لا يقف 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 بس اسمع استاذ هو يعني 2 كيلو ما قفش القطر القطر هدى القطر الركاب احنا الركاب قلنا قاعده تحت معانا الركاب الركاب اعمار الاطفال قد ايه؟ من 6 ل 10 سنين كده من 6 سنين ل 10 سنين يعني لو سالتك الاتوبيس كان فيه كام طفل والاتوبيس اصلا حمولته قد ايه؟ هو الاتوبيس كان فيه 72 طفل الاتوبيس 72 طفل حمولته حوالي 40 طفل بس طبعا المعهد كميه كبيره فما ياخد الاربع بلاد باتوبيس واحد بدل الاتوبيسين من امهم اتوبيس واحد في بتوع المعهد كان جايب الاطفال منين موديهم المعهد ده فين واخدهم من البيوت يلف عليهم منزل 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 ويلمهم من البيت ويوديهم المعهد الساعه 6 الصبح النموذج الاشهر كما اظن في بن عدي تبع بن عدي بعيد عن هنا تقريبا قد ايه 10 كيلو 10 كيلو مغرب 10 كيلو لا ما يجيش 20 كيلو 10 كيلو هذه المسافه دي اول حادثه تحصل في المزلقان ايوه اول حادثه بس ما فيش مسؤول في المزلقان ده معلش مسؤول المزلقان من ساعه ما اتعمل المسؤول اللي يعمل يروح يمضي في الدفتر ان انا موجود وياخد بعضه ويمشي ولا في عسكر مرور ولا في راجل مرور المسك المزنقان ما فيش اي مسؤول على المزنقان تمام تعرف عبد الرحمن فتح عبد الرحمن من ساعه ما اتعمل مزنقان المندره وهو اخر اهمال يعني كذا حادثه برضه قبل كده واحد ثاني يا عم بيجيبوا واحد ثاني اخر اهمال في مزنقان المندره ما شفناش اهمال قد زي اهمال اللي في المندره هنا يجيبوا واحد ثاني اهمال على اخر يعني ما فيش حد مستهم باي حاجه زي ما يكون اعمار الناس ديت اي حاجه عندهم يعني مش مستهمين بيها لا وثانيا سواق القطر لما بنقول له تعرف عليك انا اسمي جمال عبد الناصر يا استاذ جمال قول لي ايه اللي حصل لا انا ما شفتش حاجه بس انا شفت بصراحه ربنا انا زعلت ايه بقى زعلت على الاطفال دي سعادتك المفروض يتجازى بتاع المزلجان لان طالما بتاع المزلجان بينام المزلجان كان مفتوح ولا مقفول كان مفتوح المزلجان يجيبوا 2 يشد 4 ساعات ويريح 4 ساعات يعني المفروض اللي يتجازى هو بتاع المزلجان اما بتاع السواق بتاع القطر لا يا عم دي سواق القطر بقول له ما تقفش ليه لان سعادتك ان سعادتك مش اقف وسط بلد ان سعادتك المتجازى المفروض بتاع المزنجان ده حقيقي يعني مش 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 ما فيش مجامله في الحياه دي اما بتاع القطر ده ملوش ذنب يعني المسؤوليه هتحددها التحقيقات والنيابه انا عايز بس اسالك الاتوبيس كان واخد الاطفال منين وديهم فين بتاع الاتوبيس بيلم الناس دي بيتعلموا تعليم على حسابهم هم بياخد الواحد يعني دي مدرسه خاصه دي ما ايوه مدرسه خاصه سعادتك دي بياخد الواحد ده من البيت ويرجعه تاني اخر النهار لحد البيت معهد ازهري في قريه بن عدي ده قريه بن عدي دي يعتبر غرب اسيوط ب 10 كيلو فلو في ضمير وفي انسانيه المفروض الناس دي تتحكم بس اللي يتحكم بتاع المزنجان ايه ذنب انا بيقول لك انا بتاع السكه بتاع مديره الامن انا اترفض انا ماله ما يترفض ولا يتعمل يعني انت سعادتك عايز احترام منك لو هو ابنك تعمل ايه انت رد عليه بقى لو انت ابنك تعمل ايه وبيقول لك عايزين احنا مالنا مال محمد مرسي ومالنا مال المحافظ ومالنا مال مش عارف ايه لا احنا اللي يتجازى بتاع المزنجان او بتاع مديريه اسيوط المحافظ بتاع اسيوط يشوف الناس دي بتشد خدمه وبتقبض عليها فلوس يجيب لها يوفر لها يوفر لها يوفر لها يوفر لها احنا ايام محمد احنا ايام حسني مبارك ما شفناش الكلام ده دلوقتي من ايام الثوره وكل مهمل بيقول لك يلا يا عم انا مفيش اتعرف عليك حسين احمد استاذ حسين انت ليك حد قريبك في القطر؟ هم كلهم اخواتي ليه ما طول في قريه واحده كلهم اخواتي وكلهم ولدي الحادثه حصلت تقريبا الساعه كام؟ الساعه 7 الصبح الساعه 7 الصبح
اللي حصل زي ما انت شايف حضرتك دي، يعني القطر اصلا 2 كيلو جيبهم اصلا لو وقف هو ما كانش حصل اللي حصل ده كله، يعني 2 كيلو جيبهم ماشي كده قدامه وجيبهم وجاي كده يعني. واقول لك السكه البوابه المفتوحه اصلا، وهي البوابه اصلا كانت مفتوحه فعلا، كانت مفتوحه، ويقول لك هو كان نايم اصلا، يعني عامل المزقان ما كانش موجود، كان نايم، هو كان نايم اصلا يعني فترتها اصلا. لو واحد اصلا الباب مقفوله كده ما هيجيش انا اشوف اصلا القطر جاي وهيعدي قدامه كده وافتح لك الباب وهيعدي، مستحيل ده تحصل كده يعني. حاله اهالي القريه طبعا تعبانين، المنظره لو كانت الحواتكه، لو كانت الشخوالي، لو كانت الجزيره، لو كانت سكاره، لو كانت بني عادل، لو كانت الغرب، هنا كل حزين النهارده، كل حزين ده النهارده 51 طفل، 51 طفل. تعرف عليك محمد سيد علي. قول لي انت لك حكايه مع المزدان عايز تقول. قبل كده كنت جاي بالليل ومعدي من المزدان ولقيت القطر قريب مني، مسافه قريبه قوي حضرتك، ونزلت لقيت على المزدان نايم تمام، ونزلت قفلت المزدان وعديت القطر عدى اول مره، وتاني مره برضو نفس القصه لقيت المزدان مفتوح وكانش فيه حد. انت شفت قبل كده اكتر من مره المزدان؟ انا معايا عربيه وبعدي على طول على المزدان، وقبل كده برضو حصل التصادم قبل كده، عربيه قارة برضو خبطت القطر برضو، بس ما فيش حد اتعور يعني. اعمال كتير قوي في السكه الحديد من زمان. يعني شايف مين المسؤول؟ المسؤول طبعا هيئه وزاره السكه الحديد طبعا، هي المفروض جميع واحد في الحادثه دي المفروض يعني ايه، المفروض جميع واحد مسؤول يتحاكم فيها. مرفت عمار، استاذ عمار يعني حضرتك كان ليك رساله عايز توصلها. ايوه احنا عايزين نعرف بس الرساله للسيد الرئيس محمد مرسي ماشي والنائب العام، عايزين تحقيق بجد، تحقيق بجد، ويعاقب المقصر. اهل كل اللي عايزينه القصاص. الاهمال عندنا هنا من خط الصعيد بس، ليه الصعيد عامه متهمش في الجمهوريه، مع ان الصعيد فيها يعني ناس بسم الله ما شاء الله. حوادث القطر القطارات على طريق الصعيد ده كتير، الاهمال، ما انا بسعادتك بقول لك دلوقتي الاهمال في خط الصعيد بالذات، عمرنا ما سمعنا اسكندريه ماشي ولا محطه مصر ولا اسكندريه ولا محطه ولا الوجه بحري حصل فيها حوادث. عندك بدايه من قطر الصعيد، اللي اتحرق ماشي، وهلم جره من الفيوم لجاي، من الفيوم لاسوان، ليه خط الصعيد بالذات متهمش؟ احنا عايزين نسال السؤال ده، بس نسال السؤال ده لمين؟ للنائب العام والسيد رئيس الجمهوريه، ليه مهمش خط الصعيد؟ في حد من المسؤولين جه هنا النهارده؟ على السمع، انا عن نفسي ما شفتش حد، على السمع بيقول لك وزير الداخليه ورئيس الوزراء، بس ما حدش شاف حد. احنا مش عايزين المسؤولين تيجي، احنا عايزين حل. المسؤول هيجي هيعمل لي ايه؟ هيرجع الطفل اللي مات؟ هيحافظ على البشريه دي من الحوادث اللي قادمه؟ الاعلام يبقى قريب من الصعيد زي ما هو قريب من بحر. يعني المسؤول لما يجي ويزورنا ويبص كده هيرجع الطفل اللي توفى؟ هيحافظ علينا فيما بعد؟ احنا عايزين بس سؤال واحد، الاهمال في خط الصعيد في السكك الحديد ليه؟ شكرا لك، هتعرف عليك. مصطفى احمد ابراهيم. قول لي يا حاج، انت شفت اللي حصل النهارده؟ لا انا ما شفتش اللي حصل، انا سمعت. أنا سمعت إن هو كان المزدوجان مفتوح والعربية عدت، فراح القطر جاي طبعا بسرعته فما قدرش يقف إلا لما بعد 2 كيلو من هنا بس. وهنا في إهمال في الصعيد برضو، على أساس إن هي ما فيش إعلام قريب مننا إحنا هنا، حوادث كتيرة وبتاع كتيرة، ما حدش بيسمع لنا أصلا كلام، لأن ما فيش إعلام أصلا بيوصل من الصعيد للناس التانية أصلا. يعني اذا مشاهدينا كانت هذه متابعه لحادث القطار رقم 165 الذي اصطدم باتوبيس محمل بالاطفال كان يقلهم الى طريقهم الى المدرسه. هذا الحادث ترتب عليه اول استقاله في حكومه الدكتور هشام انديل، استقال صباح اليوم وزير النقل والمواصلات المهندس رشاد محمد رشاد المتيني، وايضا استقال رئيس الهيئه سكك حديد مصر. كنا معكم من مزلقان المنظرة.
مشاهدينا ما زلنا معكم من داخل قرية المندرة التابعة لقرية المتابعة لمركز منفلوط محافظة أسيوط لمتابعة الحادثة الأليمة التي راح رحياته حتى الآن 52 طفل و17 مصاب في مستشفى أسيوط الجامعي. معنا أحد شهود العيان الذي رأى الحادث بعينه، كان خلف الأتوبيس الذي كان يقل الطلاب مباشرة. يعني أتعرف لحضرتك؟ جمال حسن عباس. أستاذ جمال، حضرتك كنت ورا الأتوبيس؟ ورا الأتوبيس بحوالي 10 متر. تسواق اصلا؟ سواق. ايه اللي حصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واقف ماسك المزلقان اسمه سيد عبد الرضوان، يعني اللي ماسك المزلقان اسمه سيد ده من البلد؟ من البلد. ايوه. وحط ايده كده وبص لي انا هنا، والقطر على بعد حوالي 40 متر. القطر كان جاي كده؟ جاي من بحر. جاي من بحر. وانا هنا يعني بقول ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، وفجاه لقيت لك الاتوبيس طار بيجي حوالي 4 متر بين. سواق الاتوبيس ما كانش شايف القطر؟ الله اعلم. ده سواق الطريق مفتوحه، الطريق مفتوح، وانا هخش وراه. انا هخش وراه، الطريق مفتوحه ما فيش اي مشاكل. وبعدين ده مش اول مره، كذا مره نقع في الموقف ده ونيجي نتكلم معاه يقول لك ده راجل غلبان. سبوه لا حول ولا قوه الا بالله. انت رحت النيابه والاسم؟ انا حطيت اقوالي في ضابط المباحث وسجلت عربيتي وسجلت اللي معايا، كانوا معايا 4 شهادات وسجلتهم. ظبط المباحث. ايه اللي انت قلته في النيابه بالظبط؟ نفس الكلمتين اللي قلتهم لك بالظبط. لا هقول ايه اللي اكتر من اللي شفته. طب لما الاتوبيس بقى اتخبط ايه اللي حصل؟ قول لي. بعد عنك اتفجر، بيجي ما لقيش غير جثث اطفال لا حول ولا قوه بالله، ولا اعرف من ده من محمد من محمود، كل زباطي. بعد عنك حاجه وحشه، حسبنا الله ونعم الوكيل. انت بتعدي كل يوم من على المزلقان؟ كل يوم، ده انا من بلد. كل يوم المزلقان مفتوح؟ كل يوم. ما اقصدش فرض على الناس، ممكن يبقى مظبوط وممكن ما يكونش مظبوط. يعني هم براحتهم ممكن يقعدوا يشربوا شاي يتخمروا يتعلقنوا لا حول ولا قوه الا بالله. العمال بتتغير، مش واحد بس. مش واحد بس. بيغيروا بعض. هم كان كم واحد قاعد الصبح عند المزلقان؟ انا ما شفتش غيره هو. انا ما شفتش غيره. هو فين دلوقتي يا عامل؟ اتقبض عليه. كان واقف جنبي وفجاه ما لقيتوش. اول ما شفنا الاطفال على الطريق القضيب ما شفناش. فجاه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت بتقول انك انت شفت بعينك عامل المزلقان كان موجود وكان شايف كان سايب المزلقان مفتوح وكان ماشي والجرس كان بيرن. بعد ما خبط الخبطه القطر عدى والجرس بيرن بتاع التليفون، جرس تليفون ارضي. وهذا اللي شفته. دي اول حادثه تحصل على المزلقان ده؟ ده اول مره حادثه. شكرا لك. يعني معنا ايضا احد شهود العيان الذي كان موجود. تعرف على حضرتك؟ مصطفى جلال ابراهيم. قول لي يا حاج مصطفى، النهارده السبت؟ النهارده السبت اول يوم في الدراسه للاطفال. قول لي ايه اللي حصل وشفت ايه بعينيك؟ والله احنا واقفين جايين ورا الاتوبيس، يعني كنا ممكن نبقى احنا بكار الاتوبيس، خلي بالك يعني. ممكن احنا كنا نبقى بكار الاتوبيس، لو الاتوبيس ده ما اتخبطش احنا ما شايفينوش اساسا، بس القطر جاي والاتوبيس عندنا ما خدوا القطر، احنا حسينا بالخبطه، وقفنا كلنا بكارنا. بس هنا لقينا الاطفال مرميه ده على بعد يمكن كيلو كده مقطر الاطفال. ما تعرفش حد يعني لا حول ولا قوه الا بالله في الليل، يعني منظر مرهب. وبعدين في حاجه ثانيه، يعني عامل المزلقان ده المفروض يكون خبره، ما يبقاش مجرد اطفالنا دي 51 ماتوا، ما يبقاش مجرد علشان 150 جنيه زياده يمسكها عامل المزلقان يروح اي واحد يمسك فيه. يعني انت تعلم بعد الثوره كل الموظفين بيتكلم عليها على زياده المرتب، اي واحد ما يفهمش يفهم ما يفهمش، اي المهم ودينا في حته ناخد فيها 1000 جنيه. طب وعشان ايه يعني اطفالنا احنا 51 طفل يموت عشان 150 جنيه واحد مش عارف حاجه في اي حاجه؟ طب ما لازم يكون في خبره، يختبروه، يعرفوا الراجل ده كفء مش كفء، يعرفوا يجيبوا واحد شباب مش راجل عنده 60 سنه ولا 5. عنده كام سنه؟ راجل كبير، راجل كبير. وبعدين احنا في اثناء الخبطه ما شغال، يعني الاتوبيس القطر خد الاتوبيس وبحر والتليفون بيرن، ما تعرفش غلطته بتاع الحواكه ما لا ماليه. معلش يعني حضرتك نوضح الصوره اكتر، هو كان عامل المزلقان كان قاعد موجود عامل المزلقان، انت شايفه والقطر جاي والاتوبيس والاثنين غفره موجودين. الغفره دول تبع السكه الحديد بس الغفره ده ما همش دعوه بالبوابه، الغفير ده حارس بس. وبرضه انا قلت للغفره ده قلت لهم لو قعدتوا كده هتموتوا، امشوا زي ما ماشي امشوا، خدوا بعضهم ومشوا. هو راح سلم نفسه النقطة؟ الله اعلم، احنا ما نعرفش سلم نفسه ما سلمش نفسه الله اعلم. بس التليفون في اثناء ما القطر خد الاتوبيس التليفون كان ميرن تليفون بس هو يعني ما تعرفش بتاع الحوادث كده رن بعد القطر ما عدى ما بلغوش يعني ومش تعرفش. هو مش المفروض في مواعيد للقطورات وبتبقى معروفه لعمال السكه الحديد؟ ما نعرفهاش دي، يعني الحاجه دي احنا ما نعرفهاش، ما نعرفش مواعيد القطر ايه.
انا بقى معايا عربيه بعدي، لقيت البوابه مقفوله بقف، لقيتها مفتوحه بمشي، يعني حتى ببص حواليه ما ببصش، يعني ده راجل شغلته انه يقفل البوابه ويفتحها، وعارف ان في قطر جاي او ما فيش، عارف يطالع ونازل او ما فيش، بس السكه مفتوحه عادي. السكه مفتوحه، الاتوبيس عدى واحنا وراه، الاتوبيس ما لحقش يعدي اصلا، القطر جه شاله، الاتوبيس خد نصه قدام القطر، يعني ما اتملكش في الاتوبيس كله، يعني عندنا احنا بتاع 12 تلميذ طلعوا اسلام، دول اللي كانوا قاعدين في الكرسي الوراني، دول طلعناهم الاثنين ورا، وبعدين يعني الناس اللي طلعت سليمه دي في وش المزدوجان هنا، العيال دي اللي طلعت سليمه دي في وش المزدوجان نفسه، لكن العيال اللي ماتت دي تلاقيها مقطره في بعضيها كده، ما الله اعلم بيها. وده سبحان الله، ده منظر الصبح منظر رهيب، منظر ما يرضيش لا عدو ولا حبيب. وبعدين ما يبقاش عيالنا ضحايا، ال 150 جنيه زياده، كل واحد يرمي على المزدوجان يقول وقف انا عشان ازيد مرتب ال 150 جنيه. ما حدش بيشتغل وما حدش ليه يعني؟ هو ايه موضوع ال 150 جنيه دول؟ اللي بيقف على البوابه بياخد زياده 150 جنيه عن الراجل اللي بيلف على عن زمايله. فكله عاوز يمسك البوابه دي عشان 150 جنيه. طب احنا 151 طفل ماتوا عشان خاطر 150 جنيه؟ طب 20 واحد ماتوا في غزه وسحب السفير الاسرائيلي وسحب السفير اللي هنا، طب احنا مش ابدا من فلسطين؟ ايه اللي عمله؟ طيب هيعمل لنا ايه؟ طب رايك في القرارات اللي اتخذت باستقاله الوزير واستقاله رئيس هيئه السكه الحديد وتعويض الاهالي وتوفير كل الامكانيات؟ معلش حكايه التعويض دي قصه مفروغ منها. ايه دي مصروف ل 10000؟ طب انت اديني ولدك ب 100000. 5000 جنيه؟ ايه 10000؟ ايه 5000؟ ايه 1000 جنيه للمصاب؟ عايز ولده ب 100000. يعني ما اقول لك انا اديني ولدك ب 100000 جنيه، انت هتدفع لولدي انا ولدي كاله القطر واتفرم وما عرفتوش من وسط التلاميذ عشان خاطر 10000 جنيه تدفعها لي؟ ايه اللي هستفاد انا؟ يا سيدي خد مني 10000 جنيه وحاسب السبب اللي كان السبب الرئيسي في المشوار ده. اللي بيدفعوا لي من الطفل 5000 ليه يعني؟ الاطفال دياتي عندها كانت النهارده تسميع قران. اهاليها كلها سهرانه جبالها عشان عندهم النهارده تسميح قران هياخدوا جوائز عليها. يعني العيال دي يمكن ما انا ماشي اقل من الساعه 1. شكرا لك. يعني انت قريب احد الضحايا. ايوه. اتعرف عليك. انا الشيخ ضحي ابراهيم وهمان من المنظره عزبه عمار. شيخ ضحي معلش قول لي. حافظين كتاب الله. على راسي. الاطفال كانوا متوجهين، يعني الاتوبيس كان جايبهم منين وموديهم فين؟ كان جايبهم منفلوط وبيلمهم، متعود كل يوم من الاتوبيس الحضانه يلمهم الاول، ثم يتوجه بهم لقريه بن عدي، وبن عدي طبعا بلد العلم والايمان. المعهد في بن عدي. المعهد في بن عدي القبليه. معهد خاص ومعهد نموذجي نظيف، يعني بيعلم القران الكريم تعليم على احدث مستوى. والناس هنا بتحب تربي عيالها على اكمل وجه. لما حصل الموقف ده موقف سيء اساء لاسر الضحايا كلهم. نفس صوتنا يوصل لجميع المسؤولين ورئيس الجمهوريه نفسه، ونحيي قناه الجزيره برضو على اهتمامها بيه. تحيات. يعني هذا حادث ماساوي، يعني ربنا يكون في عونكم ويصبركم. قول لي حضرتك يعني ايه اللي انت عايز توصله للمسؤولين؟ نطالب بحقوقنا. البلد هنا محتاجه خدمات كتير، محتاجه معهد، محتاجه تنمية اجتماعية، محتاجة تنمية مجتمع، نحط ايدنا في ايد بعض. مش بيحصل تسيب واهتمام والاضراب كل شوية، والتسيب اللي بيحصل ومشاكل. في حد من المسؤولين زار القرية النهاردة؟ ايوه سيد المحافظ، بس بره وزير الدخلية جه ورئيس الوزراء. ايوه حضرتك، بس احنا عايزين عمل، عايزين فعل حضرتك، مش عايزين كلام، احنا عايزين فعل. انا راجل مواطن مصري شريف بتكلم كلمة حق، نفس صوتي يوصل لجميع الجهات الحكوميه والمصالح ويتنفذ، وعايز كلامي يتنفذ حضرتك. طبعا حضرتك عندنا اثنين، طبعا ولد محمد صابر من المنظره، واد وبت، يعني الراجل مش من هنا، في الوادي الجديد بيشتغل، في الوادي الجديد سمع بصراحه اغمى عليه. وبرده واحد تاني برده اسمه ولد سعد. يعني العزاء ليهم وربنا يصبرهم. معلش يعني اتعرف على حضرتك؟ حمد ريان من قريه المنظره قبلي. طبعا بالنسبه ل انت كنت فين يا استاذ حماده النهارده؟ النهارده ان شاء الله باذن الله كنا موجودين هنا. اول ما سمعنا بالحادث جينا على طول مباشره، اتجهنا للقطر الاول، لقينا طفلين متعلقين في القطر من قدام، حاولنا نخلصهم من القطر. كانوا متوفين؟ دول كانوا متوفين تماما. طبعا طلعناهم، طبعا جت الاسعاف، ما فيش معاها اكياس تشيل الاطفال، ما فيش اسعافات اوليه مع الاسعاف، ما فيش اي حاجه معاهم خالص. جايين يبصوا بس كده، جايين يشوفوا ايه اللي حصل. فراح متصل المامور مركز منفروط، اتصل باسعاف اسيوط، جت الاسعاف وجابت الاكياس وجابت معهد. في بعض الاطفال ماتت هنا لان ما كانش في اسعافات. وبالنسبه لعامل المزلجان، يتقسم سكه الحديد، يتقسم لجسمين، هندسه وحركه.
الراجل ده هواتي سيد عبد الرضوان اللي هو ماسك المزلقان، راجل هندسة يكفل يعني يوصل قضيب بقضيب، يوصل وصلة بوصلة، يشيل شوية الزلط شوية التراب، راجل عامل هندسة فاهمني، يربط ويعمل. فبتاع الحركة يبقى عارف المواعيد القطار، عارف مواعيد القطار. المفروض فيه موظف ولا اتنين هنا عامل او اتنين؟ المفروض العامل حركة، عامل حركة اللي بيقف على المزلقان، مش عامل هندسة. ده عامل هندسة، عامل هندسة يفهم في الربط وفي القفل وفي الحل، ملوش دعوة. ايه اللي وقفه على المزلقان؟ اللي وقفه المسؤول المسؤول اللي هو مسؤول عنه، قالوا تعالى انت قف هتفتح باب وتقفل باب وهزيد خسرت 150 جنيه دهياتي. الريل ده ما يعرفش موعد القطر يجي الساعه كام، يعني مثلا بتاع الحركه يبقى عارف القطر يجي الساعه كام وهيوصل الساعه كام ومعروف الساعه كام. بتاع الحركه، بتاع الحركه عامل الحركه عارف موعد القطار، حتى لو القطر اتاخر ما جاش يبقى واقف قلقان وقفل المسلقان. لكن ده راجل هندسه ما يفهمش في الحركه، راجل جاي ما يفهمش في اي حاجه وجابوه قعدوه على المزلقان وهيروح ضحيه الراجل الغلبان ده اللي عنده عيال، عنده 5 6 عيال، وانا عندي ابن خالي وابن عمي متوفيين وابن خالي وبنت خالي في المستشفى من ضحايا. بس الراجل ده يروح ليه؟ يروح كبش في ده الراجل ده؟ جايب واحد في الهندسه توقف في الحركه ليه؟ ما دي كنا دلوقتي احنا مع ست وزير رئيس الوزراء وسيد رئيس او سيد وزير الداخليه جه هنا، بس ما امكنش ان هو يتقابل مع اسر الضحايا وناس اهل الضحايا لسبب ان في ناس جات بره البلد ما نعرفهاش. ناس واحد واخد مش هنا كده سيادتك، واحد واخد هنا كده جايين عاوزين يشوشوا على الوزير، ما خلناش خدنا فرصه ان احنا نطلب مطالبنا ونقعد مع الراجل. المطالب اللي انت كنت عايز توجهها للوزير رئيس الوزراء او وزير الداخليه؟ انا عاوز اوجه كلمه واحده بس، وقلتها لرئيس الوزراء قلت له يا بندم خدت رجل انقاذ دهياتي، الميزانيه بتاعتها طالعه من 6 شهور وما تمتش، قال هتتنفس، وامر لكل مصاب ب 35,000 جنيه كتعويض مبدا اولي، يعني المحافظه دفع 4 شؤون 10، يعني تجملهم تلاقيهم 35,000 جنيه. ده رئيس الوزراء امر النهارده بيهم النهارده واحنا قاعدين معاه، وامر بان في هيعملوا معهد ديني للبلد، امر بالحياه دي ولسه مش عارفين هتتنفس ولا مش هتتنفس بالنسبه للحياه دي. اما مش عاوزين نشيل المسؤوليه كلها، الراجل عامل المزلقان. كل الجثث دفنت؟ كل الجثث في حوالي في 5 أو 3 أو 4 قاعدين مجهولين المعالم، محدش عارف معالمهم. بيتم تحليل الدي ان اي عشان يعرفوا اهلي. ممكن حاجه زي كده، وبس اللي اتدفن حاليا في المنظره 17 جثه في المنظره هنا. انا عايز اعرف بس تفاصيل عن الاتوبيس، بيقولوا الاتوبيس شايل فوق حمورته اصلا، يعني الاتوبيس سيادتك يا فندم شايل 87 فرد، معاهم الداده ومعاهم الابله ومعاهم السواق ومساعد السواق، ادي الاربع، توفى السواق والمساعد بتاعه والداده والابله عايشه. الابله ما ماتتش. هو خلي بالك سواق الاتوبيس ده طريق محترم جدا وناس محترمين بتوع بالعاده، ما نقدرش نقول في حقهم اي حاجه، بس اللي حصل اني عامل مزلقان ما كانش موجود، كان صاحي كان نايم، ما تعرفش اللي حصل ازاي. بس ما حملش مسؤوليه الراجل مش شغلانته اساسا، وراجل شغال في الهندسه وتجيبه في الحركه وده هوته، وانت ما نلبس الدنيا ببعضيها، كل واحد ياخد حقه، ولازم اللي يتحاسب لازم اللي يتحاسب مش المعامل المزلقان، المسؤول على عامل المزلقان والمسؤول عن المسؤول والمسؤول عن المسؤول. مش تفيدني بيه انا استقاله رئيس الوزراء، استقاله الوزير للنقل ورئيس هيئه سكه الحديد، هتعوضني بيها هتعوضني بيه. سرعه التحقيقات الرئيس امر بسرعه، هتعوضني بيه سيادتك، هتعوضني بيه، يعني اللي توفى ده هواتي، اللي توفى ده هواتي هيتعوض بيه لاستقالته. يا فرحه انا باستقاله الوزير، طب ما اعمل لي كارثه كل يوم واستقيل، اعمل لي كارثه واستقيل. بس ادري عاوزين نوجهها، بس ادري الكلمه لما نوجهها اما نقول كل واحد في مصلحه في مصر يتقي الله، يتقي الله بعمله ويتقي الله ويعمل عمل بخلاص. معلش يعني انا عارف ان طبعا القريه سوان عزا كبير، القرية قول لي بس حالة الأهالي والناس هنا عاملة ازاي؟ هنا احنا قرية المنظرة كلنا يعني عندونا على المركز منفرد بالكامل، عندنا لو حصلت جنازة كل البلد بتبقى ايد واحدة، مشكلة البلد كلها بتبقى حزينة في مأساة، لو في مشكلة حصلت بين شابين كده شجار البلد كلها بتبقى معاكنا، لو جنازة حصلت عندنا فرد واحد توفى البلد من أول واحد لأكبر واحد بتطلع وراء المقابر، احنا عبارة عن أسرة كل المنظرة مع بعضينا هنا. البلد حزينة ما اقدرش اوصف لك البلد ولا الناس اللي في البلد والحزن اللي في البلد، وانزل سيادتك وشوف، انزل سيادتك وانزل سيادتك يا فندم سيادتك، اطفال معالمهم مفيش معالم، مش عاوز اقول لك الصبح كنا بنشوف ايه وشفنا ايه واللي شفناه، منظر بشع، منظر بشع والله العظيم. احنا في دولة اوروبية كان رئيس الجمهورية نفسه كان قدم استقالته، لو في دولة، لكن احنا اما نقول برضه مع الراجل عليه اعباء ومش عاوزين نحمل عليه اعباء، بس برضه يبصوا للناس ناس مطحونه هنا يا باشا، الصعيد معدوم تماما. سيادتك انا عايز اقول كلمه،
اي ضابط او اي دكتور بيفشل في اي مكان في وجه بحري ما يعاقبوش في مكانه، لا ده بيعاقبه وبيجيبوه للصعيد. اي ضابط فاشل، اي طبيب فاشل، اي مدرس فاشل، اي واحد مرتشي، بدل ما يعاقبه هو في مكانه بيعاقبوه له بيجيبوه لنا في الصعيد، بيجيب لي المتخلفين عندي في الصعيد، بيعاقبني بالحاجات دي هياتي، بيعاقبني مثلا واحد فشل طبيب لسه مقص في بطن واحد، بدل ما يعاقبه هو مكانه في القاهره يعاقبه اللي راح اسيوط، يعاقبه اللي راح الرياض الجديد، يعاقبه اللي راح اسوان. لا يا عم انا مش عاوز، انا عاوز ناس. بالنسبه لقطع شريط القطر دلوقتي، شريط القطر مقطوع واسوان القاهره مفيش اي القطع. القطع سيادتك عشان القطر كبسات الهواء والخراطيم والبساتم بتاعت الحادثه، القطر ما وقفش لنفسه، القطر وقف لما عطل، لما الخراطيم اتقطعت وكل الدنيا اتكلبشت الفرامل وقف القطر. سيادتك السكه الحديد واقفه عشان القطر عطلان. الناس اللي كانوا في القطر حد حصل له حاجه؟ الناس اللي كانوا في القطر ما فيش اي حد حصل له اي حاجه، ووصلناهم وجبنا لهم عربيات وطلعناهم بره، وكمان اتاسفنا لهم والناس راعوا المشاكل ورعونا ومشوا وتاسفوا كمان ووقفوا معانا وشالوا معانا في الجثث. الوضع دلوقتي السكه الحديد مقطوعه. لا السكه الحديد مش مقطوعه، السكه الحديد القطر عطلان، القطر عطلان، القطر عطلان. محدش يعني شفت انت سيادتك طفينا النار دلوقتي؟ ايوه كان في نار وكان في خشب. ايوه كان في نار وكنا قافلين الطريق الصبح، الصبح كنا قافلينها، بس كنا قافلين برضه. لا استنى عشان الصبح، الصبح كانت الطريق مقطوعه، الصبح كانت ولحد هذه اللحظه الطريق كانت مقطوعه. بس احنا ما نقول احنا لحد دلوقتي القطر واقف على بعد 2 كيلو من قريه المنظر هنا قدام كده. لو عايز سيادتك تطلع ماشي خلاص. شكرا ليك. يعني معي ايضا احد حفيدك يا حاج ميت النهارده، يعني البقاء لله عزقنا ليه. معلش تحكي لنا كده اسمه ايه الاول حفيدك؟ اسمه سعيد عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الله. عبد الرحمن سعيد. عنده كم سنه؟ عبد احمد عبد الله. عبد الرحمن عنده 8 سنين. عنده 8 سنين. ايوه نعم. كان في سنه كام يا حاج؟ في سنه ثالثه. ثالثه. ايوه. احكي لي كده يا حاج، شفته النهارده الصبح؟ ايوه شفته وشلت بيدي. ايوه شفت بيدي ما فيش حاجه عارف كل ضابط. لما يمشي النهارده الصبح كنت شايفه؟ في الصبح هو ماشي الساعه 6 ما شفتوش الصبح. ما انا صحيت على الفجعه تحت القطر على طول. انا نايم انا نايم هنا تحت السكه وقاعد الساعه 12 مع المزقان هنا للساعه 12 بالليل. وقمت خليت الجو الزاد قاعد بالمزقان تعبان ونايمين. قلت لهم انت حاطط المزقان قدامكم تناموا؟ اقعد على الكشك بتاعك. قال لي انا ما اديني قاعد. قلت ما تخافش المطور الغفير اللي مقعد هنا. اما قعد الساعه الصبح ما اجي اصلي الفجر قاعد الحين صاحي. انت ايه ما اخذ ده؟ المهم لقيته هو تعبان. قلت كنت تعبان خلي غفير، كنت تعبان خلي غفير معاك يقعد معاك والسله بعد مع بعضيكم. خلي بالك يعني انت مكلم عامل القطر الصبح؟ عامل القطر في الليل، في الليل الساعه 12 في الليل مكلم. انا شايفه تعبان بنفسه، شايفه تعبان نفسيا. انا قلت انت قاعد تعبان كده، انت نايم ولا اقعد بره واقعد على البتاع؟ قال ايوه هقوم دلوقتي. وسبته في الاوضه التحتانيه اللي جاي ومشيت. قلت قوم انت ما فيش قطار فات دلوقتي. انا كل يوم اقعد معاك على الساعه 12 الساعه 1. واليوم ده بالذات لقيتهم كلهم تعبانين، الغفر نايمين وهو نايم. وشوف الصبح قبل الساعه 6 الصبح وعربيه فاتت، الساعه 6 الناس كلها صاحيه. الساعه 6 الناس كلها صاحيه. الساعه 6 في حد نايم؟ كله صاحي. اللي بن عادي جه، يبقى كيف ما صاحي انت؟ ابن زكريا كيف ما تفتحش ما تقفش وانت صاحي؟ لما تفتح انت لما تقفل انت وانت لما انت صاحي وفاتحه وما شفتش قطوه جاي، يبقى ايه نظامك يعني؟ يبقى ايه نظامك؟ يبقى ده عم الحاج ما ينفعش في العدد. فهو طبعا يا عم الحاج العيب من مراكب المحطه وهو والمؤشر اللي من فوق. يعني دلوقتي يتعاقب بتاع المحطه ويتعاقب هو ويتعاقب الغفر اللي وياه. اثنين غفر معه، اثنين غفر يعني مضمية. الرئيس وجه بسرعه التحقيقات والنائب العام احال القضيه وحال وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئه السكه الحديد للتحقيق. وتم اقاله وزير النقل وتم تقديم استقالته وقدم استقاله رئيس هيئه السكه الحديد حضرتك ورئيس الوزراء جه ووزير الداخليه جه. حضرتك شايف ان ده يكفيك؟ يعني مفيش حاجه مضايق فينا بس وقت هم عايزين حقوقنا بس. ما طبيش حقوقنا. ها؟ حق محاكمتهم بس. احنا نفضل نتحاكم ونفضل نجيب ناس غريبه غير الناس اللي موجودين. شال يكون من بلدنا ومهمل يطرد اخوي. فلو كان من البلد ومهمل ما يقعدش المنطقه. ده ارواح ناس راحه جايه النهار كله كله. لو اخوي وقاعد مهمل انشال انشال خالص. انشال اطفال 60 نفر عيل مقطع قطيب وقتلهم في الصبح. وانا مجنون، وانا مجنون ماشي بس في النهار في العيال في الصبح. وقال البوابه مفتوحه وهو فين ما يعرفش. طب انا قاعد معاكم لحد الساعه 2 في الليل. اثنين غفر من حواكته وهو وياهم. لما كل واحد ثلاثه ينعزوا، ثلاثه ينعزوا ما يبقاش واحد صاحي. ثلاثه تنفار اثنين غفر وهو لازم كيف ينعز الثلاثه والبوابه تلقى تفتح. احساسك واهل وشعور اهل القريه دلوقتي ايه يعني؟
نعم احساسك انت ايه؟ يعني انا اقول اخر حزن واخر تعب واخر زعل واخر حزن البلد كلها، البلد كلها اخر حزن ومش بلدنا بس. انا من ديروه. شكرا لك. تعرف على حضرتك؟ سيد عبد اللطيف فضاله. حضرتك قريب احد المتوفين؟ ابن اخوي المتوفي. ابن اخوي؟ عنده كم سنه؟ عنده 8 سنين. يعني معلش الحاج كان انا كان في حد ذكر ان في فلوس بتدفع للاتوبيس، احكي لنا كده قصه نقل الاطفال من القريه للمعهد. قصه الاطفال هي معهد من يعني معهد خاص في بن عدي. اسمه ايه؟ والله ما اعرف، نور الازهر يمكن كده. المعهد خاص بيعلم بيحفظ قران وبيروحوه خصوص يعني خاص بيروحوا اطفال يعني اطفال مميزين بيحفظ قران يعني تبص تلاقي اطفال نظيفه كويسه وبياخد 1500 على الطفل. في السنه ولا في الشهر؟ في السنه. الاتوبيس هو بينقل الطفل بياخد 1500؟ لا المعهد. المعهد وبعدين هو الاتوبيس هو من عنده النقل. بيجي الصبح الاتوبيس بيلم الخمس كره بيوديهم بن عدي حوالي 7-8 كيلو من هنا من المنظر. طبعا بيلفوا المزدوجان كل يوم بيجي، ده ليه سنتين ثلاثه على هذا النظام. طبعا النهارده جيت تبص تلاقي المزدوجان مفتوح، كل واحد قاعد في وادي، اوضه فيها تلفزيون، قاعدين فيها بطانيه شيشه، ما فيش رقابه. من مين الرقابه؟ مش من عامل المسجد، من رئيسه يعني، مش من هذا كله. شكرا حضرتك. تعرف عليك؟ ده مصطفى محمد صالح من ديروت، ده شلوت، جايين نأدي واجب للناس لينا هنا، فالبلد كلها في حزن وتعبانه، وده مش نظام وده مش حق. ياما يسيبوا الدوله تسيب الصعيد بالذات قتلانه من كل حاجه، من كل حاجه عايزينها الصعيد قتلانه. ليه ما نبقاش نعيش زي مصر؟ ليه ما نعيش زي القاهره؟ واحنا اللي عملنا، واحنا والصعيد هي الصعيد هي اساس مصر. ما نلقاش اي حاجه، ولا غاز ولا جاز ولا بلزيم، والقطوره ماشيه وبس، والعربيات ماشيه وبس، والحوادث زياده على اللزوم، ده حرام، ما فيش رقابه. اذا مشاهدينا كنا معكم من امام مزلخان قريه المندره التي شهدت حادث القطار المروع صباح اليوم الساعه 7 صباحا. اصطدم القطار بالاتوبيس ادى الى مقتل 52 طفل واصابه 17 طفل. استقاله في حكومه الدكتور هشام انديل قدمت اليوم من وزير النقل ورئيس هيئه السكه الحديد، واحال المستشار عبد المجيد محمود. We'll be right back.